حد بكيني أنا. أنا مش ناوي شيء. يعني لو ناوي. كيف توصفين لداليا؟ بنت مرة قوية. كل مرة أوظف انكساراتي الباور. وI love this about me. هل واجهتي عنصرية وايد في حياتك؟ وليش بغيتي تتين البرنامج؟ بعترف لك اعتراف. قولي. يعني أمي يمكن تتفاجأ لو شافت هالكلام. كيف أنتي عرفتي تتعاملين مع وفاة الوالد؟ كان عندي حالة إنكار لحد كم سنة قريب. يعني تغيرت نظرتي عن الموت. كيف؟ واضح إني أنا بسوي سكيب صح، بس أنت صايدني. وأنا أشوف بناتي اليوم كل ما أطلع يقولي You're coming back? Mommy, you're coming back? هذا الشعور القلق.